الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نبدأ بتلاوة أسماء المعتذرين والغائبين عن هذه الجلسة. الأخت الأمير العام تفضلي. شكرا معالي الرئيس. لا يوجد متغيبون عن حضور جلسة السابقة بدون عذر. المعتذرون عن حضور جلسة هذا اليوم: سعادة السيد جمال فخرو، سعادة السيدة هالة رمزي فايز، سعادة الدكتور بسام بن محمد، وسعادة السيد عادل العسومي لمهمة رسمية خارج المملكة، وسعادة السيد حمد النعيمي للسفر خارج المملكة، وسعادة السيدة سبيكة الفضالي ظرف خاص. شكرا. شكرا جزيلا. التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. إذا كان في أي ملاحظات. إذن تعتبر المضبطة مصادق عليها. خواتي وأخواني أعضاء المجلس الكرام، لابد أن تكون لنا كلمة في الأحداث الجارية على الصعيد الإقليمي والدولي. في إطار متابعتنا لتطورات ومستجدات الأحداث في قطاع غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من محنة إنسانية صعبة، نود في هذه الكلمة التي نستهل بها جلستنا الثالثة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس أن نعبر عن عظيم تضامننا مع الشعب الفلسطيني الشقيق فيما يمر به من ظروف قاسية في ظل هذه الأزمة الخطيرة التي فاقت نتائجها وتداعياتها كل التصورات. إن موقف مملكة البحرين ثابت وراسخ، داعم لجهود السلام العادل والشامل في المنطقة من أجل خير وصالح الشعوب، وهو ما عبر عنه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في كلمته السامية خلال قمة القاهرة للسلام، والتي عبرت عن ما يجول في خواطرنا جميعا تجاه الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة. فقد عكست كلمة جلالته أيده الله النهج الذي تسير عليه مملكة البحرين الداعي للسلام والحوار، والذي هو الخيار الاستراتيجي والسبيل الأوحد لتسوية النزاعات من أجل أن ينعم أشقائنا في فلسطين بحل سلمي ومستدام يضع حدا لمعاناة طال أمدها، وهو ما يتطلب جهودا إقليمية ودولية جادة لوقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية وتوفير الحماية اللازمة للأبرياء من المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة في منازلهم وأرضهم دون تهجير لهم. مع فك حرية الأسرى والرهائن والمحتجزين التزاما بالشريعة الإنسانية والإسلامية والقانون الدولي والكف عن أي ممارسات من شأنها المساهمة في تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة مما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم ككل. ولا يسعنا هنا إلا الإشادة بالحملة الوطنية لإغاثة غزة والتي انطلقت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وفي إطار الحرص على الاستمرار في القيام بالواجب الإنساني والوطني تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة
للشعب الفلسطيني جراء الحرب الدائرة في غزة والظروف الصعبة التي يمرون بها. فقد شهدت هذه الحملة تفاعلا واسعا من مؤسسات وشركات وأفراد تلبية لهذا النداء الإنساني، حيث ضرب الشعب البحريني كعادته أروع وأسمى صور الوحدة والتضامن والتلاحم والعطاء. وفي ختام هذه الكلمة، لا يسعنا إلا التوجه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يكون عونا لأخواننا في فلسطين حتى استعادة حقوقهم المشروعة، وأن يتقبل الضحايا من المدنيين الأبرياء بالرحمة والمغفرة، وخالص دعائنا بالشفاء للجرحى والمصابين والمنكوبين منهم، إنه سميع مجيب. وأدعوكم الآن إخواني للوقوف دقيقة واحدة حدادا على الأرواح الطاهرة التي ارتقت إلى بارئها من أخواننا الفلسطينيين صغارا وكبارا. مشكورين. واستجابة لنداء الواجب، فقد قررنا في مجلس الشورى المشاركة في الحملة الوطنية التي وجه بها جلالة الملك المعظم، وقررنا أن يكون مساهمتنا 50,000 دينار. وأنا الحقيقة يعني حبيت أن أعرض عليكم في جلسة اليوم لأخدم موافقتكم، فهل توافقون على هذا التبرع؟ إذن موافقة بالإجماع من الأخوة أعضاء المجلس، مشكورين على هذه المشاعر الوطنية الصادقة. أخواني، نعود إلى جدول أعمالنا، ننتقل إلى تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 9 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 78/2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدل المقدم من مجلس الشورى. الأخ المقرر تفضل. قبل أن يبدأ المقرر في عرض التقرير، يسرني باسمي واسمكم جميعا أن نرحب ببناتنا الطالبات من مدرسة أم سلمة الإعدادية للبنات، وأن نعبر لهن عن سعادتنا بزيارتهن إلى مجلس الشورى، متمنين أن تلبي هذه الزيارة تطلعات بناتنا الطالبات في معرفة خطوات سير العملية التشريعية وآلية عمل واختصاصات مجلس الشورى، وتعزز الوعي والمعرفة لديهن بالمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، مع خالص تمنياتنا لهن بالتوفيق والنجاح. حياكم الله في مجلس الشورى. تفضل. شكرا معالي الرئيس، أرجو تثبيت التقرير في مضبط الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة، تفضل. شكرا معالي الرئيس. سيدي معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير. تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 9 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 78/2006 بشأن التأمين ضد التعطل
المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى. يتألف مشروع القانون فضلا عن الديباجة من مادتين، تضمت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم 9 مكرر إلى المرسوم بقانون 78 سنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بعرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعا بملاحظاتهما. جاء مشروع القانون بالنص في مادته الأولى على المادة الأولى تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 78 سنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل مادة جديدة برقم 9 مكرر نصها الآتي: مادة 9 مكرر الرقابة على الحسابات، تقدم الحكومة الحساب الختامي بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي إلى مجلس النواب خلال 5 أشهر من نهاية السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلسي الشورى والنواب مشفوعا بملاحظاتهما وانشر في الجريدة الرسمية. ارتأت مذكرة الحكومة الموقرة عدم إضافة مادة جديدة تحت رقم 9 مكرر، بل يتم إعادة صياغة نص الفقرة ها من المادة رقم 9 من القانون النافذ لتكون على النحو التالي: يستبدل بنص المادة 9 البند ها من المرسوم بقانون رقم 78 سنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل النص التالي، النص الآتي: تقدم الحكومة التقرير المدقق بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر التالية لإنهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المدقق بقرار يصدر من مجلس النواب ثم مجلس الشورى مشفوعا بملاحظاتهما وانشر في الجريدة الرسمية. كما ارتأت هيئة التشريع والرأي القانوني أن المرسوم بقانون لم يستعمل لفظ الحساب الختامي، بل سماه التقرير المدقق، وعليه يكون من حسن الصياغة التشريعية ضرورة الالتزام بحرفية النصوص، وعليه اقترحت إعادة صياغة المادة على النحو التالي: تقدم الحكومة التقرير المدقق بشأن الحساب بعد إقراره من المدقق الخارجي إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير بقرار يصدر عن كل من مجلسي الشورى والنواب مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية. خلاصة إيضاحات الهيئة العامة للتأمين: تمسكت الهيئة بضرورة تعديل نص الفقرة ها من المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، واقترح الصياغات تتوافق مع باقي فقرات المادة 9 من القانون النافذ على أن تكون الصياغة على النحو التالي: تقدم الحكومة التقرير المدقق بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المدقق بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية. وقد انتهى رأي مجلس النواب الموقر إلى توافقه مع الصياغة الأخيرة للمادة الأولى من مشروع بقانون على أن تكون كالتالي: المادة الأولى يستبدل بنص الفقرة ها من المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 78 سنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل النص التالي الآتي: تقدم الحكومة التقرير المدقق بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المدقق بقرار يصدر عن كل من مجلسي الشورى والنواب مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية. وحيل المشروع بقانون مجلس النواب
الموقر إلى مجلس الشورى الموقر وعرض على الجلسة العامة بتاريخ 30/4/2023 لأنه من باب حرص أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الموقرين على الصالح العام، فقد أثيرت بعض التساؤلات واختلفت بعض الصياغات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة الأعضاء مما ترتب عليه طلب سعادة رئيسة لجنة الخدمات استرداد تقرير اللجنة لبحث ما أبدي من استفسارات طبقا لنص المادة 38/4 من مرسوم بقانون رقم 55 سنة 2002 بشأن لائحة داخل المجلس الشورى. وبعد إعادة التقرير إلى اللجنة تمت دعوة أصحاب السعادة مقدم الاقتراح للانصات إلى رأيهم السديد بشأن أي تعديلات أدخلت على الصياغة، فقد تفضلت مشكورة سعادة الأستاذ دلال جاسم الزايد الموقرة بتقديم الملاحظات التي ترى ضرورة اشتمال نص المادة الأولى من المشروع بقانون عليها، والذي ضمنته اللجنة ضمن مرفقات مشروع قانون. كما استمعت اللجنة خلال اجتماعها بتاريخ 16/5/2023 إلى رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن ما أبدي من تساؤلات وما أثير من ملاحظات، فقد جاء التأكيد من قبل الهيئة على ما يلي: 1. إن عبارة الحساب الختامي بمدلولها القانوني لم ترد في قانون التأمين ضد التعطل، بل وردت عبارة تقرير مدقق وهو ما يؤدي المعنى ذاته، كما أنه ورد في نص المادة رقم 9 الفقرة جيم على أن يتضمن تقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للحساب، أي أن التقرير المدقق هو ما يقره مجلس الإدارة بما يشمله من بيانات ومعلومات مالية، وهو التقرير ذاته الذي سيقدم للسلطة التشريعية لاعتماده. 2. إن إضافة مادة برقم 9 مكرر يتناقض مع الفقرة 9ها فطبقا لنص المادة 9ها من القانون يقر مجلس الإدارة التقرير المدقق ويعتمده، ويتم نشر التقرير بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة وتحقق علم الكافة. 3. إن الهيئة تفضل أن يعرض التقرير المدقق على السلطة التشريعية بعد أن يتم إقراره من مجلس الإدارة، وتفضل تعديل الفقرة ها من المادة رقم 9 من القانون حسب ما هو ثابت وسابق التمسك به لضمان عدم تداخل الاختصاصات. 4. إن الملاحظات التي تنشر من قبل السلطة التشريعية يؤخذ بها في الاعتبار وتكون تحت رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولا يجوز العمل بالمخالفة لتلك الملاحظة مستقبلا. 5. إن مدة الخمس شهور المذكورة في مشروع القانون هي مدة كافية ولا يمكن أن تقل عن ذلك، فالتقرير المدقق يرتبط بشركات واستثمارات وتقييمات أصول لا يمكن الانتهاء منها إلا بعد هذه المدة. وبناء عليه طلعت اللجنة على الملاحظات المبدعة واطمأنت إلى رجاحة الصيغة المعروضة على المجلس الموقر، ومع التقرير الكامل لكل الملاحظات والاقتراحات التي جاءت من باب الحرص على الصالح العام، لأنها رأت أنه لا يوجد خلاف حقيقي وجوهري بين النقطتين الواردتين. فقانون الميزان العام أكد على أن البيانات المدققة هي التي تمثل النصاب الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية، ولم يضع المشرع تفرقة بينهما، فكل منهما يغني عن الآخر ويعد في مدلول القانون سواء، حيث نصت المادة رقم 48 المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2000 بشأن الميزان العام على أنه البيانات المالية السنوية للوزارات والجهات الحكومية يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة خلال 3 أشهر من تاريخ السنة المالية بالبيانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ويقدم الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء التقرير السنوي
حول تنفيذ أداء الميزانية متضمن تفاصيل النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة للبرامج المعتمدة من الميزانية وترسل نسخة منه إلى الوزير. كما نصت المادة رقم 49 مرسوم بقانون ذاته على أنه البيانات المالية السنوية الموحدة يعد الوزير بيانات مالية موحدة ومدققة على أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية التي تمثل الحساب الختامي عن السنوية المالية المنقضية، وتعد هذه البيانات وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها وتقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإحالتها إلى مجلس النواب خلال 5 أشهر من تاريخ إقفال الحساب السنوي، ويكون اعتماد بيانات مالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة. علاوة على ما اتفق عليه كل من الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومجلس النواب على أن المرسوم بقانون رقم 78 سنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل لم يستعمل لفظ الحساب الختامي بل سماه التقرير المدقق، وعليه يكون من حسن الصياغة التشريعية ضرورة الالتزام بحرفية النصوص. أما بشأن إضافة مادة جديدة برقم 9 مكرر أو تعديل فقرها من المادة رقم 9 من القانون الناقد من القانون النافذ، فاللجنة تطمئن إلى أن تعديل فقرها من المادة رقم 9 يتناسب مع نقل سلطة اعتماد تقرير مدقق من مجلس الإدارة إلى السلطة التشريعية بدلا من أن يكون سلطة اعتماد تقرير مقسمة بين مجلس الإدارة أولا ثم السلطة التشريعية كمرحلة ثانية. فضلا عن أما اطمأنت عليه اللجنة من أن نشر التقرير المدقق في الجريدة الرسمية يغني بذاته عن نشر التقرير في الجرائد اليومية، خاصة أن التقرير مفعم بالأرقام والحسابات التي قد تصعب على غالبية الناس من معرفتها ومناقشتها والاعتراض عليها، إنما هذه الإمكانيات أصبحت بالتعديل المقترح متاحة لممثل الشعب من إبداء الملاحظات وتقديم الاعتراضات وتسجيلها في بيان عام يتم نشره في الجريدة الرسمية، خاصة وأن الجرائد اليومية مدعمين أصبحت إلكترونية بالاشتراكات الخاصة، فالغرض الأساسي والهدف من النشر في الجريدة الرسمية متحقق بالفعل. كما أفادت الهيئة أن النشر حاليا يتم على الموقع الإلكتروني للهيئة. لم يمنع النص الجديد بالاستبدال من تطبيق نص المادة رقم 8 المرسوم بقانون، والتي ألزمت مجلس الإدارة بضرورة تعيين خبير اكتواري أو أكثر لفحص ومراجعة الوضع المالي للحساب مرة كل 3 سنوات على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك طبقا لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة أوجبت نشر تقرير الخبير الاكتواري في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين. وأخيرا فإن التقرير المدقق وهو ما يعني الحساب الختامي يجب أن يسير وفقا لنصوص الدستور طبقا للمادتين رقم 113 و114 منه، حيث يتم عرض الحساب الختامي على السلطة التشريعية وتنشر ملاحظات في الجريدة الرسمية. فقد جاء تعديل نص الفقرها من المادة رقم 9 متوافقا مع نصوص الدستور ومتناسقا مع القانون، محققا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والرقابية التي يبتغيها التعديل المقترح. وفي ضوء ما سبق فإن اللجنة تتمسك بالمشروع بقانون بالصيغة المعدلة، وعليه توصل اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم 9 مكررا إلى المرسوم بقانون رقم 78 سنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، والموافقة على مواده الواردة في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وذلك بالتوافق مع التعديل مجلس النواب الموقر. مشكور. وعلى نحو ما انتهى إليه مجلس النواب الموقر.
مشكور. طالبي الكلام رئيسة اللجنة الدكتورة ابتسام الدلال، تفضلي. شكرا معالي الرئيس، وصبحكم الله بالخير جميعا زملائي وزميلاتي. بداية أود أن أشير إلى أن مملكة البحرين تعتبر أول دولة عربية لديها نظام متكامل للتأمين ضد التعطل، واستطاعت مملكة البحرين أن تقدم قانون متطور يهدف لاستدامة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال نصوص هذا القانون، وبذلك أرست الحقيقة نموذج يحتذى به بين الدول العربية. أود هنا أن أستذكر مؤخراً في خلال جائحة كورونا كيف استعملت الأموال من هذا الصندوق من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال دعم رواتب البحرينيين، ومن خلال دعم المؤسسات الخاصة التي استطاعت بفضل هذا الدعم أن تقدم خدماتها بدون أي تأثير خلال الجائحة المنصرمة. الحقيقة أن الدور الهام اللي طلع به هذا الصندوق يحتم بسط الرقابة التشريعية عليه، وأمامنا اليوم مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم 9 إلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون ضد بصيغته المعدلة والمقدم من مجلس الشورى. يهدف مشروع القانون هذا إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على الصندوق أو على المال العام، وذلك بعرض التقرير المدقق للحساب على السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والبرلمان لاعتماد التقرير هذا وأن يكون مشفوعاً اعتماده بقرار، وأن يكون مشفوعاً بالملاحظات التي يبديها المجلسين. الحقيقة الآن يحتاج هذا الصندوق إلى المزيد من الرقابة الصارمة، خاصة أنه يستعمل من آن إلى آخر لسد حاجات المملكة، ومؤخراً كما يعني لاحظنا أنه صدر مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2023 بتعديل جديد أيضاً، ويهدف هذا التعديل لتمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج تدريب وتوظيف ودعم الرواتب التي يتم تنفيذها من قبل صندوق العمل. طبعاً هذا الموضوع يعني خاصة إذا في هذه المرة تم استخدام تقريباً 200 مليون دينار، وهذا الموضوع يعني يجب أن تكون فيه فعلاً رقابة تشريعية بالنسبة إلى هذا الصندوق، لأن في حالة أي عجز في هذا الصندوق سوف يتم تسديد هذا العجز من الميزانية العامة. أقول هنا يبقى صندوق التأمين ضد التعطل سنداً للأزمات الطارئة من أجل الحفاظ على مؤشر اقتصادي مستقر في مملكة البحرين، وبذلك تطلب اللجنة من مجلسكم الموقر الموافقة على التوصيل، وشكرا. شكرا جزيلا. الدكتورة جهاد الفاضل، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول للجنة الخدمات وللمقرر على هذا التقرير، وللأخت الدكتورة ابتسام الدلال رئيسة اللجنة على الإضافة الهامة. معالي الرئيس، هذا المشروع بقانون يمثل باكورة تنفيذ خارطة الطريق التي رسمها سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في خطابه السامي عند افتتاح دور الانعقاد الحالي، فجلالته تطلع لدورة عمل مثمرة على درب الارتقاء والرخاء والمتجهة نحو المزيد من الاستقرار والتحسين والتطوير والازدهار. هذا التشريع الذي جاء في أصله كمقترح بقانون أقره مجلسكم الموقر، أعتبره جزء من تعزيز الاختصاصات البرلمانية لمجلسي الشورى والنواب بما يسهم في صيانة المال العام.
أعتقد معالي الرئيس أن توجه المجالس التشريعية حالياً هو تعزيز الرقابة البرلمانية. في بعض البرلمانات ذهبوا أبعد من ذلك بتشكيل لجنة منفصلة وخاصة لمراجعة الحسابات الختامية للوزارات والجهات يعني الحسابات المختلفة. أعتقد معالي الرئيس نحن في البحرين نسير في الطريق الصحيح. يثار دائماً عن وجود فائض في حساب التأمين ضد التعطل، فعندي سؤال للحكومة، ما هي الخطة القريبة والمتوسطة لاستثمار هذه الوفورات، خاصة مع وجود خطة طموحة من الحكومة لتوظيف الباحثين عن عمل، بحيث أن يكون البحريني هو الخيار المفضل بسوق العمل. فحبذا لو تم عرض خطة استثمار الحساب في المرحلة المقبلة في اجتماع منفصل مع اللجنة المالية ولأعضاء المجلس. نقطة أخيرة، وهذه النقطة سبق أن ذكرتها عند مناقشة تقرير اللجنة في الإحالة الأولى للمشروع، ورد في الصفحة العاشرة من التقرير جملة: الجرائد اليومية أصبحت إلكترونية بالاشتراكات الخاصة. أعتقد معالي الرئيس يوجد لبس في هذه الجملة من خلال الواقع ومن خلال لقاءاتي في الفترة الماضية مع إدارات الصحف، فالصحف المحلية ما زالت تصدر بنسخة مطبوعة بالإضافة طبعا إلى تقديم المحتوى عبر مواقعها الإلكترونية ومنصاتها الرقمية. فيعني أعتقد أن هذه الجملة تحتاج إلى تصويب في التقرير، وإذا في أي تعليق من اللجنة أكون شاكرة لهم. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ خالد المسقطي تفضل. شكرا معالي الرئيس، السلام عليكم جميعا. معالي الرئيس، طبعا لا يخفى عليكم مدى أهمية وجود هذا الصندوق، صندوق التعطل، وفي نفس الوقت يعني أهمية أن الحفاظ عليه، ومن ثم أيضا استمرارية هذا الصندوق والوفورات التي ستكون من ضمن موجودات هذا الصندوق. طبعا اتفقنا مع ما جاء به رئيسة لجنة خدمات وجاء به مقرر اللجنة واللي تفضلت فيه الأخت شهادة الفاضل فيما يتعلق بأهمية أنك عندنا موجود هناك موجود رقابة على هذا الصندوق. بس حبيت في الواقع أن يمكن أتطرق إلى تاريخ هذا الصندوق وأعطى يعني فكرة عن كيفية إحنا ابتدأنا بهذا الصندوق، والآن يعني في اعتقادي إلى أين إحنا وصلنا، ولماذا نحن نحتاج اليوم إلى بسط المزيد من الرقابة كما تفضلت فيه الأستاذة الدكتورة ابتسام دلار رئيس اللجنة ومقرر اللجنة. مع الرئيس قبل يعني 17 سنة في 2006 تم إنشاء هذا الصندوق، وفي نفس الوقت الهدف اللي هو كان وراء هذا الصندوق هو الحفاظ على أن هذا الصندوق يوفر نوع من نظام يعطي تمأمينة إلى كل عامل ولكل باحث جاد عن عمل، بأنه عندك موجود في نوع من التعويض في فترة البحث عن عمل والتعطل عن عمل. طبعا احنا من بداية إنشاء هذا الصندوق قبل 17 سنة، طبعا الحكومة قامت مشكورة وطورت من هذا الصندوق وطورت من مزايا هذا الصندوق حسب المشاورات اللي تمت، وكان هناك في دور للسلطة التشريعية أيضا في هذه التعديلات. اليوم على الرئيس تم زيادة طبعا إعانة التعطل، تم زيادة التعويض عن التعطل، وزاد طبعا فترة الإعانة والتعويض، وفي نفس الوقت اليوم بدينا احنا يعني في جولة ثانية بالنسبة إلى إعادة النظر في الإعانة التي تقدم. كنا في البداية نعطي 200 دينار إلى أصبحنا اليوم نعطي 200 دينار للجامعي المتعطل عن عمل و150 دينار لغير الجامعي، وهذا كان طبعا مؤخرا بعد قرار مجلس الوزراء الموقر. وأيضا تم زيارة تعويض المفصولين
ليكون بحد أقصى 1000 دينار عن ما كان عليه سابقا 500 دينار. وأيضا تم زيارة فترة الإعانة والتعويض إلى 9 شهور عما كانت عليه سابقا اللي هي كانت 6 أشهر. ماذا كانت هي الآلية لتمويل هذا الصندوق؟ جاءت مع الرئيس عن طريق استقطاع 1% من العامل، 1% من صاحب العمل اللي هي يتحملها طبعا صندوق العمل للعاملين في القطاع الخاص، و1% تدفعها الحكومة من أجور المؤمن عليهم شهريا. واشترط طبعا القانون في مادة موجودة من مواد القانون، اشترط صراحة أن لا تزيد المصروفات الإدارية السنوية للحساب عن 7% من الإيرادات السنوية، وطبعا هذا متحقق. في السنوات الماضية 17 سنة الماضية تمت الاستفادة من موارد هذا الصندوق، وطبعا إلى إضافة إلى الهدف من وراء هذا الصندوق وهو التعطل عن العمل ولو كان الغرض الأساسي، لكن مع أيضا إعادة النظر في الميزات اللي جاء بها القانون من البداية، وطبعا زادت الفترات الإعانة والمبالغ الإعانة إلى آخره، أيضا تم استفادة من مبالغ في هذا الصندوق اللي هي بلغت حوالي 742 مليون دينار منذ تم إنشاء هذا الصندوق. ففي 2019 تم سحب 230 مليون اللي هي كانت لتمويل برنامج التقاعد الاختياري الحكومي. في 2020 تم سحب 254 مليون اللي هي كانت سداد نسبة من أجور عمال بحرينيين في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا اللي تفضلت فيه الدكتورة ابتسام دلال رئيس اللجنة. في 2021 تم سحب 58 مليون أيضا لنفس الغرض، وهو سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا. وفي 2023 مؤخرا تم صدور مرسوم بأن يكون هناك موجود سحب مبلغ 200 مليون اللي هي راح تكون تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل عن طريق التمكين. كل هذا طبعا يعني أوجه صرف استفادة من أموال الصندوق، أنا أعتبرها فعلا هو حقق الصندوق الغاية من وراء إنشائه. شكرا جزيلا الشيخ أحمد، تفضل. والشكر موصول إلى اللجنتين السابقة والحالية، لجنة الخدمات والأخوة والأخوات ممثلين المؤسسات الحكومية. معالي الرئيس، إن موضوع مشروع القانون ضد التعطل أخذ جهدا كبيرا ومستفيض من المناقشات بين لجان المجلس واللجنة صاحبة الاختصاص، وكذلك المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالموضوع فيما دار بينهم من مناقشات وما طرح من آراء. أرى أن توصيه اللجنة الحالية بموافقتها من حيث المبدأ على المشروع ونصوص مواده كما وردت تفصيلا في الجدول المرفق وبالتوافق مع تعديلات مجلس النواب الموقر، وطبعا الأمر معروض على المجلس الموقر باتخاذ اللازم، وأضم صوتي إلى اللجنة في موافقة على الموافقة المبدئية على المشروع. وشكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ دلال سيد، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الرئيس، وشكر موصول حقيقة للدكتورة ابتسام الدلال وأعضاء اللجنة على أنهما فعلا ضمنوا التقرير يعني كافة الآراء التي وردت إليهم فيما يتعلق في هذا الأمر. بالرجوع مسبقا للمداخلات التي تمت بهذا الشأن اللي تقدمنا فيها يعني عدد من الزملاء، أوجه أيضا الشكر للجنة ضمنت هذه المذكرات التي تم أيضا إرسالها من قبلنا للإيضاح في بعض الأمور. أنا اليوم تحديدا معالي الرئيس بالحديث طبعا مثل ما أفادوا فيه الزملاء مسبقا عن التأمين
ضد التعطل كصندوق، احنا نعتبرها من افضل الاليات التي اتخذتها فعلا الحكومة لمواجهة ومساندة الفئة المستهدف منها انشاء هذا الصندوق، وعملت بمسألة الالتزام ايضا الدستوري في تهيئة فرص العمل كمسؤولية من جانب الدولة تجاه المواطنين، وفي ذات الوقت أن يكون من الأهداف أيضا لتأمين تلك المصادر والأموال أن يكون فعلا المسؤولية تجاه الأخذ بمبدأ أن العمل واجب وطني، فيتم المواءمة ما بين الأثنين بحيث أنه يكون فعلا ضرورة تهيئة الفرص العمل المناسبة حتى ينتقل من يتم الاستفادة من هذا الصندوق إلى مواطن يدخل في من ضمن سواء العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي. أنا عندي معالي الرئيس 4 ملاحظات حول هذا الموضوع. بالرجوع إلى الاقتراح بقانون عندما قدم كان يستهدف مسألة واحدة فقط، لما تقدمنا فيه كاقتراح في مجلس الشورى كان القصد منه هو أن يكون اعتماد هذا التقرير المدقق من بعد مجلس الإدارة ما يعتمد تقريره أن يتم اعتماده من مجلسي النواب والشورى بحسب التراتبية، وبالتالي أردنا أن يكون هناك أكثر دورا في ويكون هناك أمور تكاملية ما بين الحكومة والسلطة التشريعية في خاصة التشريعات المقارنة في تدقيق بعض الحسابات أن تأخذ مجراها بهذا النحو. عندما تم إدخال هذه التعديلات وتم أيضا أن صار الاكتفاء بأن مجلس الإدارة يقر هذا الحساب الختامي فيما من يتولى سلطة الاعتماد السلطة التشريعية، غاب في هذا النص شيئين. إذا اليوم بنأكد على مسألة هذه الأمرين التي كانت وجوبية حسب النص في النص النافذ حاليا في أنه وينشر ويجب، كانت تعني وفق القانون بأنها مفردات آمرة بمعنى أنه يتوجب أن يتم الارتكان إليها واتباعها وهي المتعلقة في النشر، وما درجت عليه أيضا الحكومة سواء في التشريعات أو في القرارات التي تصدر سواء من مختلف السلطات أخذت جانب النشر في جميع تلك السلطات. نجد أن عامل النشر هو عامل فعل كما هو منصوص عليه في دستور مملكة البحرين، وبالتالي من مدخل الشفافية واطلاع الكافة به كان هناك حرص على مسألة النشر. أنا فقط للتأكيد حتى في مثلا قياب هذا النص، ولكن مع الاستقرار وأخذ الآن بسؤالنا للحكومة حول هذا الجانب، في الوقت الراهن النافذ أي تقرير يمر بمرحلتين بعد الاعتماد، عند استلام مجلس الإدارة له واعتماده يكون هناك النشر المتعلق بملخص للتقرير، فقط الملخص. شكرا جزيلا. وافي وواضح. الدكتور ابتسام تفضلي. شكرا معالي الرئيس. أنا أشكر الحقيقة الأستاذة دلال الزايد على ملاحظاتها، وأعتقد أنه طبعا سوف نستعين بالمستشار القانوني في ذلك. أعتقد أن الكثير من هذه الملاحظات تحقق خاصة مع تطور الحكومة الإلكترونية اليوم في البحرين والدخول على هذه مواقع الصناديق أو دخول على مواقع الحكومة نفسها، فأعتقد أن هذا متحقق، ولكن هناك تفاصيل أخرى أعتقد أن المستشار القانوني أفضل مني بموضوع الشرح في هذا الخصوص، وشكرا. الدكتور نوفل تفضل. أعتقد إذا ما أحسنت فهم ملاحظات سعادة العضو الموقر أستاذ دلال زايد هو التساؤل الموجه إلى الرأي القانوني يتعلق بمسألتين. أولاً، هل يستطيع مجلس الشورى أن يكفل نشر التقرير بجميع تفاصيله وأن يلزم الجهة المسؤولة على نشر الجريدة الرسمية بذلك أم لا؟ وثاني هذه المواضيع هو مدى إلزامية الملاحظات التي يبديها مجلس الشورى والنواب بشأن
ما هو معروض عليه من حسابات مدققة أو حسابات ختامية إلى الجهات الإدارة ويعني أجهزة السلطة التنفيذية. بالنسبة للنقطة الأولى، طبعا مجلس الشورى لا يستطيع أن يلزم الجهة المكلفة بالنشر في الجريدة الرسمية بأن تنشر تفاصيل التقرير المدقق إلا إذا نص على ذلك في قراره. ثانيا، بالنسبة للموضوع الإلزامية الملاحظات، موافقة مجلس الشورى ومجلس النواب على التقارير على الحسابات الختامية والتقارير المدققة هو طبعا من حيث المبدأ عمل تشريعي، ولكن هو في حقيقته ينحل عملا ولائيا وليس عملا تشريعيا، ولا يكون له إلزام على جهات الجهاز التنفيذي للدولة، بل هو شكل من أشكال التوجيه السياسي ومتروك للأمر للسلطة التنفيذية في إطار الروابط القائمة بينها دستوريا القائمة على الاستقلال وعلى التعاون، بحيث لا تكون لأي سلطة على الأخرى لا ولاية ظاهرة ولا سلطة قاهرة. سلطة تنفيذية هي التي تستقل باتخاذ ما تراه من القرارات بشأن ما يتفضل المجلسين بإبدائه من ملاحظات. هل بلغت؟ الأخ فؤاد الحاجي تفضل. سيد الرئيس، نعرف احنا المال العام ولا من ضمنه اللي هو صندوق ضد التعطل هو مال عام وفي الأولوية تابع في الحساب الختامي أو أي حسابات إلى متابعة ديوان الرقابة المالية والإدارية، واللي ليه السلطة بعد التدقيق في الحسابات العامة أو من خلال أخذ العينات والمحاسبية حتى رفع الدعوى الجنائية والمتابعة للحفاظ على المال العام. احنا سيد الرئيس يعني نتشارك، وهذا حسب الأخوان المشكورين اللي قدموا المقترح، بسط النفوذ لأن مال عام، بسط السلطة التشريعية نفوذها على المال العام أسوأ بديوان رقابة المالية ولا لا اختصاصات أكثر مثل ما أسلفت اللي هي توصل إلى حد رفع الدعوى الجنائية. إحنا يصدر التقرير مشفوع بالملاحظات، وإحنا زين بين لنا سعادة المستشار أن هذه الملاحظات بعد التدقيق وال يعني الاجتماعات وبعد نشرها في وسائل يعني الجريدة الرسمية أو وسائل أخرى أن هذا غير ملزم، مثل ما فهمت من سعادة كبير المستشارين أو رئيس هيئة المستشارين أن الملاحظات هذه غير ملزمة. ما إحنا إذا جت هالملاحظات متماهية مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية خير على خير، لكن إذا جت متعارضة فلما لا تكون لها صفة الإلزام الخارج من سلطة تشريعية؟ احنا الحساب الختامي مال الدولة تناقشه لو دولة أكملها السلطة التشريعية وتحط ملاحظاتها وتكون ملاحظاتها ملزمة، فلما لا تكون هني ملزمة؟ خاصة إذا صار في تعارض وعدم تماهي بينها وبين الجهات الأخرى. سيد الرئيس، أنا هذا سؤالي. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ عبد الرحمن جمشير تفضل. شكرا سيد الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة ورئيسة اللجنة وأعضاء اللجنة على هذا التقرير الوافي، وكذلك على توصيته بالتوافق مع مجلس النواب فيما ذهبت إليه في التحديد في الجدول المرفق. أنا أعتقد أن اللجنة يعني بتوافقها مع مجلس النواب
حققت الهدف من تقديم هذا المشروع بقانون، وهو بسط الرقابة، رقابة مجلس النواب والشورى على حسابات الختامية للتأمين ضد التعطل. وأعتقد بعضا يعني مع احترامي لكل الأعضاء اللي بلاحظات الأعضاء التي تقدموا بها، ولكن اللجنة توافقت وفي نفس الوقت توافقت في هذه التوصية والتوافق مع مجلس النواب. ولا ننسى كذلك أننا نحن في المداولة الثانية من هذا المشروع، يعني أي ملاحظة وأي تغيير في التوصية سوف ترجع إلى مجلس النواب وقد يعطل هذا المشروع. مدام في توافق أعتقد أن المجلس يجب أن يوافق عليه. شيء واحد هو مثل ما ذكرت الأخ دلال، هو نشر التقرير في الجريدة الرسمية لحتى نحد من الجدل الدائر ويطلع عليه أكبر عدد من المواطنين، على أساس أنه ما يصير فيه هناك خلاف بين المواطنين وبين السلطة التشريعية في هذا المواد، في هذه المادة. أنا معتقدي أن ملاحظات السلطة التشريعية تنشر في الجريدة الرسمية على أوسع نطاق ويؤخذ بها إذا أمكن قدر الإمكان. وشكرا سيدي الرئيس، وشكرا للجنة على توصيته. شكرا جزيلا. الأخ علي العرادي تفضل. شكرا معالي الرئيس، وبداية طبعا كل الشكر للذين تقدموا في الأساس بهذا المشروع كمقترح من البداية، وأكيد الشكر إلى الحكومة الموقرة على تعاونها ووضعها في صيغة مشروع بقانون، وكذلك إلى رئيس وأعضاء اللجنة ورئيسة وأعضاء اللجنة على تقريرهم. معالي الرئيس، طبعا يعني تجري الإشارة بأن مملكة البحرين عندما راهنت على هذا الصندوق بأنها كسبت الرهان، وأصبح هذا الصندوق في الأساس هو ضمانة ليس فقط للمتعطلين عن العمل، ولكن ضمانة كذلك لأن لمستقبل أبنائنا وبناتنا، بأن هناك صندوق سيكفل لهم وسيتم استخدامه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وخير مثال على ذلك المرسوم الملكي الذي صدر من سيدي صاحب الجلالة، وقبل ذلك أيضا يعني مبادرات البحرين باستخدام أو استغلال هذا الصندوق استغلال حسن جدا، وأعتقد بيّن هذا الصندوق بأنه ضمانة حقيقية. معالي الرئيس، لن أطيل، ولكن سأذهب في البداية إلى الفكرة التي تقدم، يعني لا إن شاء الله أكون مخطئ، لكن الفكرة الأساسية ما فهمته يعني كعضو في هذه السلطة التشريعية، بأن من قدموا هذا المشروع في البداية فكرتهم بسيطة جدا، هناك تقرير، هذا التقرير يصدر، مقدم المقترح وأعتقد موجودين بإمكانهم يعني إذا رأوا ذلك يعني يصلحون لهذه الفكرة، قد أكون مخطئ فيها، أن يتم وضع آلية لإقرار وليس اعتماد التقرير الذي ستقوم الهيئة بمجلس إدارتها باعتماده، أن يتم ذلك من خلال وجود أعضاء السلطة التشريعية بغرفتها. هذه الفكرة الأساسية، وهي نوع من الرقابة يعني التي أكيد يعني تقوم بالتأسيس والتأكيد على مبدأ دستوري بأن السلطات الثلاث منفصلة ولكنها تتعاون، والسلطة التشريعية تفرض رقابتها أصلا على السلطة التنفيذية بعدة أوجه كما هو واضح في دستور مملكة البحرين. بعد ذلك هذا المشروع تم تعديله عدة مرات، خلص زملائنا في الغرفة المنتخبة بتقديم وجهة نظر، أعتقد وجهة نظر أكيد يعني جديرة بالاحترام، وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة كذلك أبدوا وجهة نظرهم وهي جديرة بالاحترام، وأتى هذا المشروع إلى هذا المجلس وتم مناقشته من قبل، وبعد ذلك تم التوافق في هذا المجلس معالي الرئيس بأن من لديه مقترح يقدم هذا المقترح إلى اللجنة، واللجنة تنظر أن تأخذ فيه أو لا تأخذ فيه. سعادة استاذتنا دلال الزايد تقدمت من مقترح، والمقترح موجود كأحد مرفقات التقرير، وأوردت في هذا المقترح جزئيتين. الجزئية الأولى تقدم الحكومة التقرير المدقق بشأن الحساب بعد إقراره، وأضافت هي يعني مصيبة في ذلك واعتماده من مجلس الإدارة، وبعد ذلك في عجز المادة مرفق معه يعني وينشف الجريدة الرسمية مرفق معه التقرير المدقق كاملا. وأعتقد
جازما بأن اللجنة لو أخذت بهذين التعديلين كنا صراحة لم كنا وصلنا إلى مرحلة لن نثير فيها هذه التساؤلات التي سأذكر ثلاثة منها. النص بصيغة الحالية معالي الرئيس لا يبين من يقوم بالاعتماد ومن يقوم بالإقرار، يعني هل يملك مجلس النواب أو مجلس الشورى، أو هل حل مجلس النواب أو مجلس الشورى مكان مجلس الإدارة لكي يقوم باعتماد التقرير المدقق؟ يعني أعتقد بأن مجلس الإدارة يقر التقرير ويعتمده ثم يرسله إلى المجلس، المجلس يطلع عليه وبعد ذلك يتم نشره في الجريدة الرسمية مشفوعا برأي المجلس عندما يعلق عليه. شكرا جزيلا. سعادة الوزير تفضل. شكرا مع الرئيس. مع الرئيس بداية أنا أعتقد هذا نص محكم اتفق عليه إلى حد الآن مجلس النواب المقر واللجنة المقرة بمجلس الشورى مشكورين. ما يحكمنا طال عمرك في والأخوات الأخوة الأعضاء ما يحكمنا في النصوص بيادة النص الدستوري. النص الدستوري في المادة 113 بشأن الحساب الختامي للدولة يقول: الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة العام المنقضي يقدم أول لمجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية، وهذا أيضا ما نص عليه التعديل الوارد في هذا القانون، لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل مجلس الشورى والنواب مشفوعا بملاحظتهما وينشر في الجريدة الرسمية. بالضبط طال عمرك النص الوارد أمامنا اليوم من النقشة التزم بالنص الدستوري تحديدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حفظكم الله، بالإضافة إلى النص الدستوري أحيل المجلس الموقر إلى قانون الميزانية العامة للدولة عام 2002 المادة 49 نصت أيضا على لفظ الاعتماد ونصت أيضا على النشر الجريدة الرسمية وأيضا خلال المدد خمسة شهور من الانتهاء. بالنسبة للحساب الختامي صندوق احتياط الأجيال المادة 5 من هذا القانون نصت بنفس الألفاظ ولم يرد أي اعتراض سابق على هذه النصوص الدستورية والقانونية. الإدلاح الداخلية معالي الرئيس لمجلسكم الموقر المادة 144 بشأن الحساب اعتماد الحساب الختامي للموحد الدولة نفس الألفاظ ونفس النصوص. اللائحة الداخلية مجلس النواب المادة 183 بشأن اعتماد الحساب الختامي للموحد الدولة نفس الألفاظ ونفس النصوص. أنا أعتقد لا يوجد أي مقدح في النص اللي نناقشه اليوم، ولا يوجد أي إشكالية فيه، ولا يوجد أي إشكالية حتى في تطبيقه وتنفيذه. قضية من يملك حق النشر، النشر حاليا بعد ما تصل قرارات المجلس، طبعا القرار يكون قرار مجلس الشورى ومجلس النواب مجتمعين، إنما لو أقره مجلس من الآخر لا يعتبر قرار بالإقرار بالاعتماد. من يملك من ينشر حاليا طبعا كل القوانين والمراسيم والقرارات الرسمية تحال إلى جهة قضائية مستقلة وهي هيئة التشريع والرأي القانوني، من ضمن اختصاصات المراجعة النهائية لهذه النصوص ثم إحالتها إلى وزارة الإعلام للنشر. فمن يقوم بالنشر نعم ليس الحكومة ولا حتى السلطة التشريعية مثل المجلسين، إنما هيئة قضائية مستقلة لديها السلطة حسب اختصاصها بحكم القانون طال عمرك. شكرا مع الرئيس. الأخ دلال الزايد تفضلي. شكرا معالي الرئيس. طبعا أشكر دكتور نوفل على تأكيده على موضوعين فيما يتعلق في النشر، وهي أنه لا يملك طبعا السلطة التشريعية مسألة النشر، ولكن عطفا على ما انتهى إليه الأخ قانم البوعينين بأن ردا على هذا الاستفسار واللي هو اللي راح يثبت أيضا في المضبطة الجلسة بأن مسألة النشر بعد اعتماد مجلس الشورى والنواب لهذا التقرير ستتكفل فيه هيئة التشريع والرأي القانوني باعتبار أنها هي المعنية بهذا النشر، وبناء عليه سوف يتم نشر التقرير كاملا. هذا ما فهمته صح؟ تفضل.
شكرا. أنا التزمت بنصوص، لم أقل تقريرا كاملا ولا ناقصا ولا منتقصا، أنا قلت كما ورد في كل القوانين من 2002 قانون الميزانية العامة، هذه هي الممارسة، ولم أزد كلمة كاملا. لا شكرا. عفوا معالي الرئيس، أنا يعني ما خذيتها كاملا ولا ناقصا كما تفضل فيها الأخ قانم البوعينين، القصد من ذلك سواء كان ملخصا أو كاملا أيا ما كان، إحنا نستفسر عن مسألة هل سينشر أم لا، والجهة التي ستتكفل في هذا النشر. اليوم حتى لما إحنا نقول إن موجود في عدد من التشريعات الأخرى ذات النص وذات الأمر، الاستناد للمادة 113 من المادة الدستورية هي دائما تأخذ الحكم التوجيهي للمشرع العادي، هذا نص أصدره المشرع الدستوري في كيفية أن يتم النشر وإجراءاته كحكم عام، تفاصيله في كيفية تنفيذ هذا الحكم النص الدستوري يلتزم فيه المشرع العادي في تحقيق قايات المشرع الدستوري. أنا معالي الرئيس جدا سؤالي كان بسيط وموجه لكي نحقق القاية التي من الاقتراح بقانون. اليوم أنا ما أقصد أن أنا نعطل مثل هذا الأمر، أساساً أنا من مقدمي الاقتراح وأنا حريصة أن يكون هناك تحقيق لهذه القايات. هيئة التأمين الاجتماعي تؤدي واجبها في هذا الجانب، وأيضاً السلطة التشريعية تؤدي واجبها في هذا الجانب. الغاية من ذلك معالي الرئيس إن في النص النافذ كان في حرص على أن يكون في نشر لملخص وتقرير كامل. راح أوجه سؤالي لمعاليك في هذا الجانب، هل سيتم الاستمرار في نشر الملخص والتقرير الكامل؟ نعم أو لا إذا تحصل لي على الإجابة بهذا الشأن. السؤال الثاني، من الجهة التي ستتولى ويكون عليها مسؤولية هذا النشر؟ هذه السؤالين أنا تقدمت فيهم فقط للإطمئنان بأنه سيتحقق علم الكافة بمضامين هذا التقرير الذي تم تدقيقه وفقا لما بينت في مسألة النشر واللي أكد عليها الدكتور نوفل. نحن لا نملك ما لم يكن هناك نص خاص في المادة القانونية التي نناقشها الآن تعطينا صلاحية النشر، حق لنا النشر. أما إذا سكت النص أن إحنا من نتولى النشر، من واجبنا نعلم من هل سيتم النشر ملخص وكاملا ومن ذا الذي سيتولى. إذا كان سؤالي مو محبب أن يتم الاستماع له أو الإجابة عليه، أنا أكتفي بأن أنا أبين الغاية من تثبيت ذلك في المضبطة على أساس أن احنا نضمن فعلا الشفافية والعمل المتكامل. سعادة الوزير تفضل. شكرا مع الرئيس. مارس فقط ملاحظات. أولا ورد لفظ ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل ملخصا لتقرير المدقق، هذا وارد في القانون النافذ طال عمرك وليس في مقترح القانون بالمادة 9 مكرر. 9 مكرر اتفقت الحكومة بالكامل مع النص كما ورد من الاقتراح اللي ورد في 9 مكرر طال عمرك، ولكن كان الخلاف على لفظ الحساب الختامي لأن في قانون الهيئة لم يرد لفظ الحساب الختامي، إنما كان الحساب المدقق فقط طال عمرك. فكل ما هنالك أن تم إزالة لفظ الحساب الختامي والاكتفاء بلفظ الحساب المدقق، ولكن لفظ ألفاظ قضية الملخص لتقرير المدقق هذه واردة في القانون الأصلي. إذا كان هذا يكفي إذن ما كان في داعي نحن نقدم اقتراح بقانون، ولكن تعامل الحكومة كان تعامل واضح جدا طال عمرك، ومن حسب النصوص الواردة في القانون القائم أنه لم يرد في القانون القائم لفظ الحساب الختامي، ورد الحساب المدقق. هذا فقط ما طلبت الحكومة واستجابوا الأخوة النواب، وافقت هذه اللجنة الموقرة لجنة الخدمات عندكم، هذا كل ما تم طال عمرك. إنما القانون المادة 9 مكرر هي نفسه ما نناقش اليوم، في عدا فقط استبدال الحساب المدقق بالحساب الختامي. شكرا مع الرئيس. الأخ علي العرادي تفضل. شكرا معالي الرئيس، وطبعا الشكر موصول لسعادة وزير المجلسين وكذلك على حرصه
ودقتها أيضا. معالي الرئيس طبعا وأعتقد سأنتهي من وسأبدأ مما انتهى إليه سعادة الوزير. أنا شخصيا أعتقد أن القانون النافذ كافي، يعني أعتقد هذه ملاحظتي أنا من البداية، ليست اليوم حتى في الجلسة الأولى. ولكن إذا كان المجلس يريد أن، لأن الرقابة موجودة أصلا يعني في الأساس. الآن سعادة الوزير بيّن بأن جملة يتم اعتماده هي موجودة، وأورد مثالين، مثال عن الميزانية العامة ومثال عن الحساب الختامي. طب في الجلسة الماضية عندما تم مناقشة هذا المقترح، النص الذي أتى من الحكومة غير من التقرير المدقق إلى الحساب الختامي، وفي عدة يعني زملاء وزميلات اعترضوا على هذا التغيير وطلبوا أن يعود الأمر إلى أن يكون التقرير المدقق، لأننا لا نتحدث عن حساب ختامي في الأساس. وتم الاستجابة لذلك بقرار من المجلس، وبناء عليه تم تعديل المقترح إلى أن يكون التقرير المدقق وليس الحساب الختامي. إذن ما نتعلق باعتماد الحساب الختامي واعتماد الميزانية العامة، وذكرهم سعادة الوزير كمثال من أين أتت جملة اعتماد، نعم موجودة ودستورية، ولكنها تتحدث عن اعتماد حساب ختامي واعتماد ميزانية عامة للدولة. أما التقرير المدقق، يعني ما أود أن أقوله يعني وأن أكون دقيق فيه، اعتماد السلطة التشريعية لتقرير أصدرته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي لها أو لديها مجلس إدارة، هذا المجلس يقوم بالإشراف عليها ويقوم باعتماد تقريرها. طب إذا كان الاعتماد إلى السلطة التشريعية، إذن أين هذا النوع من الرقابة؟ كيف يعني، هاي سؤالي صراحة ولم أجد إجابة عليه. كيف تعتمد السلطة التشريعية وحدها تقريرا ختاميا لمجلس إدارة التأمينات؟ أوليست هذه من أهم صلاحيات مجلس إدارة التأمينات؟ وبالتالي أجد في النص الذي مرة أخرى الذي تقدمت به سعادة النائب أستاذتنا أستاذة دلال، الزميلة الأستاذة دلال، فيه يعني مخرج واضح وسهل. المجلس يقر ويعتمد، وبعد ذلك نحن نبسط رقابتنا. أما نحن نعتمد تقرير يعني لمجلس إدارة، هو من تابع العمل، هو من وضع السياسة العامة، هو من أشرف على سير العمل هناك، نحن سنعتمد أرقام، المجلس سيعتمد عمل واستراتيجيات وأرقام. هذه فقط النقطة الخلافية. أما فيما يتعلق باعتماد الحساب الختامي والميزانية العامة، صحيح ما ذكره سعادة الوزير صحيح، ولكننا نناقش تقرير مدقق لا نناقش حساب ختامي. الآن أيضا أورد جملة قبل قليل معالي الرئيس وأصر عليها، بأن يعني أعتقد يجب أن نوضحها لكي لا تكون في المضبطة. هو رأي طبعا من الهيئة، وأعتقد هذا الرأي مرة أخرى يعني مش سليم، وجهة نظري طبعا، قد أكون مخطئ. طبعا هذا لا يمس الهيئة، بالعكس أنا أعتز بشخوصها وبالقائمين عليها، مكافآت وطنية نفتخر فيهم في كل مكان، ولكن أعتقد من كتب هذه الجملة يمكن كان قصد أمر آخر، وأعتذر عن الإطالة. سعادة الوزير تفضل. شكرا الرئيس. مع الرئيس الأخ العزيز زميلنا في مجلس النواب وزميلنا أيضا في مجلس الشورى كرر لفظ قد أكون مخطئ، أعتقد أنه فعلا أنت مخطئ يعني. مع الرئيس، تساءل الأخ علي عن قضية الاعتماد، يعني كيف يكون الاعتماد من المجلس أو من المجلسين ولا يكون من مجلس الإدارة. أنا قلت فعلا هذا اللفظ تكرر في عدة قوانين وعدة صناديق، وعلى رأسها طبعا الصندوق الكبير اللي هي ميزانية الدولة والحساب الختامي، يقر من مجلس الوزراء ويحال للسلطة التشريعية الاعتماد. حساب احتياط الأجيال يقر من مجلس إدارة الصندوق ويحال للمجلسين للاعتماد. ونفس الشيء احنا حاليا من نفس الممارسة على هذا الصندوق. فأعتقد فعلا يعني ما في أي إشكالية في قضية استخدام لفظ اعتماد، وأكيد بعدما يقر في الجهة المعنية، سواء كان مجلس الوزراء بالنسبة للحساب الختامي أو بالنسبة لاحتياط الأجيال مجلس إدارتهم،
أو بالنسبة حاليا للتعطل التأمين ضد التعطل بهذا الصندوق. فأعتقد أبدا الألفاظ متسقة كما قلت بداية متفقة مع الدستور ومتسقة في كل النصوص، وأعتقد أن احنا لو خرجنا بنص يخالف هذا النص سنخرج بيعني أمر مستقبلا ربما لا يكون له عواقب حميدة، بمعنى أن يكون يخالف كل ممارسات عرض البيانات المالية لهذه الصناديق على المجلسين المحترمين. طال عمرك، شكرا الله يحفظكم. أنا في موقعي هذا المفروض في كثير من الأمور أن لا أتدخل يعني، وأترك الباب أمامكم جميعا للتعبير عن رأيكم. وإذا أبديت رأي بعد موافقتكم فرأيي أصلا ليس توجيه وليس إلزام إلى المجلس باتخاذ هذا القرار. وبعدين بقول ليش أنا ما أفهم أحسن منش في الأمور حتى أجاوب عليش. فاهم فاهم، هذه من ناحيتي أنا، أما من ناحية يعني سعادة الوزير كان جوابه أنا أعتقد يعني مرة ومرتين وثلاث أجاب وحسب نصوص قانونية. وأنتوا والأخ علي أيضا يعني قانونيين تعرفون أن في القضايا القانونية بين أكبر المختصين تحصل خلافات أو اختلافات في تفسير النصوص، ولكن في الأخير أنا أعتقد أن أنت وجهتي سؤال مهم عن موضوع عدم ذكر إلزام في الجريدة الرسمية أو في وسائل النشر كما كان في القانون السابق، وسعادة الوزير أكد بأن هذا ما جرى عليه أن هيئة التشريع هي المسؤولة عن هذا النشر، وقال إن هي تنشر كل الأمور هذه. لكن أنا اللي أعتقد إن احنا الآن أنا أعتقد إن هذا الوزير أكد عليه، وأنا أعتقد هذا اللي راح يتبع يعني حسب قناعتي. وإذا لم يتبع ممكن إدخال تعديل على المادة اللي عدلت بحيث أن يكون هناك إلزام في موضوع النشر. هذا يعني ما أعتقد أن احنا، وأنا في اعتقادي أن الحكومة الموقرة متعاونة مع توجيهات هذا. أما فيما يتعلق بكلامك عن هل أن التوصيات تعتبر ملزمة، أنا أعتقد النشر لا، بس عندي ملاحظة اللي حبيت أقولها. أنا رأيي بأن كل إلزام يجب أن يأتي بنص بقانون، وإذا لم يأتي نص بقانون، ولكن وأنت أخبر مني في القضاء، القضاء بعض الأوقات إذا وصلت قضايا يطلب حتى مضابط جلسات المجلس، وأيضا يتأكد من أن هذه هي توجهات المجلس عند بحث أي مشروع قانون، ولذلك تؤخذ بعين الاعتبار وتعتبر جزء من التشريع عندما يصل إلى القضاء. هذا يعني موضوع الأخوان. أنا أعتقد أن الأخ علي العراضي أيضا يعني حبيت أقول له شيء، يقول في الحساب الختامي للدولة يعتمده المجلسان وينشر في الجريدة الرسمية مع إيراد ملاحظتهم، ولكن لا يجوز في حسابات لها مجلس إدارة. يعني أنا أعتقد وجهة نظر قد يكون لها من جانبه يعني رأي، ولكن أنا أعتقد إذا كان يطبق على الشيء الأكبر فلماذا لا يطبق على الشيء اللي أقل منه؟ فلذلك أنا أعتقد إذا كانت الحكومة أيضا قبلت بأن يعتمد من قبل المجلسين وينشر، أنا أعتقد هذا لا يخل بمسؤولية مجلس الإدارة، لأن مجلس الإدارة عندما يحول الحسابات
إلى السلطة التشريعية فهو يقر هذه الحسابات، ويجب أن يكون هناك جهة أخرى تعتمدها وليس نفس الجهة التي تقوم بالعمل التنفيذي وتقوم باعتماد ما قامت به. ولذلك أيضا هذا نوع من الرقابة، الجهة تقرها والسلطة التشريعية تعتمدها أيضا بملاحظاتها وتنشر في الجريدة الرسمية. أنا أعتقد أن يعني الأمور أعتقد أصبحت أكثر وضوح. وبعدين إحنا أيضا إذا كان الأخوة في النواب توافقوا على هذا الشيء والحكومة الموقرة أيضا توافقت على هذا الشيء، فخلنا نمشي على بركة الله. وإذا احتجنا إلى تعديل فهذا أيضا من صلاحياتكم، نستطيع أن نعدل ونعدل ونعدل إلى أن طبعا ما بنصل إلى الكمال، ولكن نحاول أن نحن نسوي الشيء اللي نستطيع أن نعدله. هذا هو يعني الحقيقة، إحنا دائما وخاصة من مجلس الشورى نقول نسير خطوة خطوة وندرسها. وأنا الحقيقة يعني في نهاية هذا المداخلات القيمة اللي أنا شخصيا استفدت منها يعني وأنا أسمعها وودي أسمع المزيد منها الحقيقة، أشكر كل واحد فيكم بغض النظر يعني كل واحد، كل مداخلاتكم كانت قيمة وفتحت آفاق، وأنا أعتقد هذه قد أيضا تفتح لنا آفاق للمستقبل للقيام بالتقدم بمقترحات بقوانين لتحسين التشريع ووضوح التشريع والاستفادة من تجاربنا اللي كون. وعلى اللي بغيت أقوله أن حتى يعني عودا إلى هذا، أن حتى الممارسات اللي تتم تعتبر أيضا جزء من السوابق التي يبنى عليها، حتى لو لم ترد في الدستور ولم ترد في اللوائح ولم ترد في القوانين، إنما إذا كانت ممارسة طبقت سنة بعد سنة بعد سنة أصبحت عملية تعتبر جزءا من هذه القوانين التي يجب أن نتبعها. على كل إن شاء الله إن شاء الله، بس أعتقد أن يعني إن شاء الله يعني إحنا نشكر اللجنة الدكتور ابتسام على اهتمامهم وعلى توافقهم مع الأخوة في النواب ومع الحكومة الموقرة، وأعتقد بأن هذا النقاش يعني لا يقلل من جهودكم، بالعكس أنا أعتقد أنه يشارككم هذا الاهتمام إن شاء الله، وإن شاء الله نصير على بركة الله. أنا هذا اسمحوا لي بعطي بس الأخ دلال كلمة وبقفل باب النقاش. ها تفضلي تفضلي أخ دلال. مشكور معالي الرئيس، يعني أنك أوضحت موضوع وراح يثبت في مضبطة الجلسة، وهذا اندل أيضا على الفهم المتكامل بأن هيئة الإفتاء تشريع والرأي القانوني هي من ستتولى الرد. وأنا أوصي أن يتم إن شاء الله عندما تنظر اللجنة المختصة لاعتماد التقرير المدقق سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى، في نهاية توصية اللجنة المختصة عندما تبدي رأيها باعتماد التقرير أو من عدمه، أن توصي كلجنة بأن يتم نشر التقرير سواء ارتأت أن يتم كاملا أو ملخصا عنه في توصية اللجنة التي ستعرض في الجلسة العامة على المجلس للتصويت عليه، ومن ثم تصبح لهذه المسألة الإلزامية. هذه ستدعم ما تفضلت فيه أن بالنسبة للمحاكم، المحكمة الدستورية وأيضا القضاء بكافة درجاته
أصبح في كثير من الأمور التي يريد أن يصل فيها إلى نية المشرع يقوم بطلب جلسات سواء مجلس الشورى أو النواب للتحقق من نية المشرع من هذا النص القانوني. وما نفخر فيه أكثر أن حتى في حيثيات تلك الأحكام يورد بأنه استندت المحكمة في تسبيب حكمها أو حيثياتها لما ورد من ملخص في مجلس الشورى. كل الشكر لك معالي الرئيس على هذا الأمر. ومن ثم يعني أنا بالنسبة لي أشكر الأخ علي العرادي أيضا على عدد من الإيضاحات اللي أنا أتفق معه فيها في جوهرها، باعتبار أن إحنا لا نريد الإطالة في النقاش حشا والله، ولكن ما نريده هو أن نتثبت من صحة النص، وأي تشريع حتى وإن كان سابق وعملنا عليه ودرجنا عليه ولكن استدعى ما يزيد من سلامة الصياغة القانونية، هذا هو الواجب الذي نعمل من أجله وعلى تحقيقه مع الأخوان في الحكومة في هذا الجانب. شكرا لك معالي. احنا بس علي العرادي عن لا يزعل. تفضل تفضل قول اللي في خاطرك قول. لا شكرا معالي الرئيس، لا ما في خاطري شيء، ولكن اعتقد وشكرا على ذوقك ايضا، هو حرص، اعتقد حرص مشترك، اعتقد تعلمناه منكم ومن الحكومة ومن كل موجودين أن نكون دقيقين جدا عندما نستخدم عبارات، لأن هذا التشريع سيخرج من هذا المكان، والبحرين دائما سباقة يعني، وفي دول أخرى تأخذ تشريعاتنا كما هو الحال يعني في الصندوق ضد التعطل، وتقوم بعد ذلك بإنشاء يعني صناديق من خلال يعني تبني هذه الفكرة. فقط الحساب الختامي والميزانية العامة هي ليست التقرير المدقق، وفق نص المادة 9 التي نقوم بتعديلها يعين مجلس إدارة في ولاية كل سنة مالية مدققا خارجيا. إذن نحن نتحدث عن الاكسترنال اوديت ريبورت وليس عن حساب ختامي وليس عن ميزانية عامة. أنا طبعا مع التعديل، لست ضد هذا التعديل، ولكن رأيي الذي قلته في جلسات سابقة، النص الحالي الموجود أعتقد نص جيد وتطبيقه جيد، ومع ذلك أنا أكيد مع التعديل وشكرا جزيلا. أنا بس في الأخير بغيت أنوه عن شيء بعد كل كلامكم هذا، يعني الأخت إيمان المرواطي معنا اليوم، وأنا أريد أشيد الحقيقة بهيئة التأمينات الاجتماعية وعلى دورهم وعلى كفاءتهم وعلى أمانتهم في إداء مسؤولياتهم، وأنا أقول الله يعينهم على حمل المسؤولية. هذه مسؤولية كبيرة، ولكن أعتقد القائمين عليها أيضا هم كبار وقادرين على إدارتها بالشكل الصحيح بما يحفظ حقوق المتقاعدين وأيضا حقوق الأجيال القادمة إن شاء الله. ونحن في مجلس الشورى دائما إن شاء الله سنكون يد في يد للارتقاء بصندوق التأمينات الاجتماعية إلى الأمام إن شاء الله. أمامنا تحديات، ولكن قادرين على مواجهة التحديات بتفهمنا بوحدتنا بعملنا الدائم والمستمر. فشكرا لكم على كل ما تقوم به من جهود. دكتورة ابتسام الدلال تفضلي. بس أنا حبيت أقول أنه يعني الأخ الدلال والأخ علي كانوا يعني من حرصهم الشديد وهم قانونيين أنه يفصلوا في المواضيع اللي إحنا يعني أحياناً ما نطلع عليها بالطريقة اللي هم يشوفونها، والمجلس كله حريص أيضاً على أنه يمر القانون أو المشروع هذا يكون في منتهى الدقة، وإن شاء الله يعني مع موافقة المجلس رح نوصل إلى يعني الطريق الصحيح. وأيضا أشكر هيئة التأمينات الاجتماعية معنا اليوم. على كلنا الآن نذهب إلى المشروع مادة مادة. الأخ المقرر تفضل. نعم عفوا. الموافقون على مشروع القانون من حيث المبدأ؟ أغلبية موافقة. تفضل. شكرا معالي الرئيس. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي:
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 9 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 78/2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى. الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلا في الجداول المرفق في الجدول المرفق بالتوافق مع تعديلات مجلس النواب الموقر، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ. تفضل مواد القانون لو سمحت. توصل الموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل مسمى للنوع الوارد النص بعد تعديل مشروع قانون رقم لسنة تعديل فقرها من مادة 9 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. المسمى المشروع الموافقة على توصية اللجنة بالتوافق مع مجلس النواب الموافقون. أغلبية موافقة. تفضل. الديباجة. نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 78 سنة 2006 بشأن تأمين ضد التعطل وتعديلاته، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. الديباجة. الموافقة على نص الديباجة كما وردت في مشروع القانون. الموافقون. أغلبية موافقة. تفضل. المادة الأولى يستبدل بنص فقرها من المادة 9 المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل النص الآتي: تقدم الحكومة التقرير مدقق بشأن الحساب بعد إقراره مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المدقق بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية. الموافقون على توصية اللجنة. أغلبية موافقة. تفضل. المادة الثانية. على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة الثانية مادة إجرائية. الموافقون. أغلبية موافقة. تحبون ناخذ الرأي النهائي اليوم ولا نأجله؟ الموافقون على مشروع القانون في مجموعة. أغلبية موافقة. الآن لازم ناخذ رأيكم نداء بالاسم. الأخت كريمة. السيدة أجلال ببشيت، الشيخ أحمد الخليفة، الدكتور أحمد العريض، السيد جمعة الكعبي، الدكتورة جميلة السلمان، دكتورة جهاد الفاضل، السيد رضا منفردي، السيد رضا فرج، السيد صادق آل رحمة، السيد طارق الصفار، السيد طلال المناعي، السيد عبد الرحمن جمشير، الدكتور عبد العزيز أبل، الدكتور عبد العزيز العجمان، السيد علي رميحي، السيد فؤاد الحاجي، الدكتورة فاطمة الكوهجي، السيدة لينا قاسم، السيد هشام القصاب، معالي الرئيس علي الصالح. موافق. إذا موافقة بالإجماع على أخذ الرأي النهائي. الموافقون. أغلبية موافقة. شكرا جزيلا للجميع.
وشكرا لسعادة الوزير على مداخلات القيمة، وشكرا إلى الأخوات والأخوة، ونجدد أيضا يعني إشادتنا فيهم وثقتنا أيضا فيهم. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وبهذا نرفع الجلسة.